السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم، معكم مستر علي السيد. إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنبدأ في Unit 4 Taking Care of Ourselves، الاعتناء بأنفسنا. هنبدأ بكلمات الدرس الأول والثاني. افتحوا معايا صفحة 175، وكالعادة هنبدأ بالكي فوكابيولاري، المفردات الرئيسية. أول كلمة معنا كلمة alter. alter أو alter American و British. alter alter معناها يغير أو يتغير. يغير كده فعل متعدي لمفعول محتاج مفعول به، لكن يتغير مش محتاج. هناخد أمثلة عشان نفهم أكتر. the schedule for the day، جدول النهاردة altered، تغير، مفيش مفعول به، يبقى فعل لازم هنا. as a result of، نتيجة ل the sudden storm، العاصفة الشديدة أو المفاجأة. The bride، العروسة، would like to alter the seating arrangements، العروسة عايزة تغير الترتيبات بتاعت مقاعد الجلوس. إذن كلمة alter ممكن تساوي تماما change، نفس المعنى بس واحدة formal قوي اللي هي alter. عندنا مثل باللغة الإنجليزية بيقول an old dog cannot alter its way of barking، الترجمة الحرفي الكلب العجوز أو الكبير في السن لا يمكن أن يغير طريقته في الباركينج. بارك معناها ينبح، يهوهو يعني، يبقى طريقته في النباح. توازي عندنا في المصري كده أو بالعربي اللي هو ديل الكلب عمره ما يتعدل، تمام؟ burn out. burn out معناها الإنهاك أو نفاد الطاقة أو الإرهاق، وأنا بحب أترجمها الانطفاء. عارفين الانطفاء طبعا، أو فقدان الشغف. طب ما تيجي نحلل الكلمة الأول عشان نفهمها. أصلها burn out كفعل معناها يحترق، الشمعة مثلا تحترق لغاية ما تنطفئ، عشان كده المعنى المجازي الانطفاء، فقدان الشغف بسبب المذاكرة الكتير والضغوطات والحاجات دي كلها، أكيد عارفينها كويس جدا. طيب التعريفها إيه بقى؟ burn out is the state of being extremely tired or ill، هي حالة إنك تكون متعب جدا أو مريض جدا، either physically، إما بدنيا or mentally، أو ذهنيا أو نفسيا، because you have worked too hard، لأن أنت اشتغلت بجد أكثر من اللازم. مثال: burnout is common among teachers and students، خاصة secondary students. burnout، الانطفاء ده أو الإنهاك أو الفصلان، is common، هو شائع بين المدرسين والطلاب، خاصة طلاب المرحلة الثانوية. clear off. clear off ده بنسميه في اللغة الإنجليزية phrasal verb، يعني فعل اصطلاحي جنبه على طول حرف جر بيغير معناه. هو clear أساسا معناه إيه؟ معناها يزيل، صح؟ ولكن هنا معناها يغادر، يعني يمشي بسرعة من مكان، to leave a place quickly، هناخدها في التعريفات، تمام كده؟ أو ينقشع، يعني حاجة تخلص مثلا، هقول مثلا الضباب أو الغيوم انقشعت يعني مشيت وهكذا. مثال: I don't think the mist will clear off very soon، أنا لا أعتقد أن الضباب سينقشع أو يزول قريبا. كوب. كوب معناها يساير أو يتصدى أو يذلل، خليك فاكر يساير أو يواكب أو يتعامل معه أو يتكيف على. كوب كوب، احنا اتفقنا أن كوب تساوي تماما catch up with. كوب with تساوي catch up with. catch up with، وفي أكثر من كلمة، خلينا دلوقتي فاكرين catch up with معناها يساير أو يواكب. مثال: no one can cope with her in English، مفيش حد هيقدر يسايرها في اللغة الإنجليزية، يعني يتماشى معها، اللي فظيعة في الإنجليش، فظيعة. طيب الكلمة اللي بعدها exhausted. exhausted معناها منهك أو مجهد أو مرهق. exhausted يعني very tired. I must get some sleep، أنا لازم ارتاح شوية. I'm exhausted، أنا فصل خالص، أنا منهك. frown معناها يعبس أو يقطب جبينيه، يعني ايه؟ بص الصورة دي كده، هو ده كده frowning، كده ايه؟ بيعبس او يقطب جبينيه، بيجيب الايبراوز قريبين من بعض، الايبراوز. مثال: don't frown at me، يعني ما تكشرش في وشي، لا تعبس في وجهي. I'm not the one، انا مش الشخص who wrecked your car، اللي حطم عربيتك. يبقى frown معناها يعبس او يقطب جبينه، او مثلا ممكن نقول يعبس اللي هي يكشر، هي نفس الفكرة بالظبط. يتحسن أو يحسن improve، وده فعل لازم أو متعدي.
The government aims to improve public services. الحكومة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة, especially education, خاصة التعليم. Improve هنا معناها يحسن, لأن بعدها الأوبجكت المفعول به, إذن هنا متعدي لمفعول. المثال اللي جاي بقى فعل لازم. Do you think the economy will improve? هل تعتقد أن الاقتصاد سيتحسن؟ مفيش مفعول به بعدها, يبقى ده فعل لازم, يتحسن أو يحسن. manage. manage ليها أكثر من معنى, يدير أو ينجح فيه أو يتمكن من. She managed the company successfully. هي أدارت الشركة, يبقى manage هنا معناها يدير. The traffic was terrible today. المرور كان زحمة النهاردة. I'm amazed. أنا مندهش إن أنا I managed to, تمكنت من to get to work on time, أن أصل إلى العمل في الوقت المحدد. يبقى manage to بعدها مصدر معناها يتمكن من أو ينجح فيه. إدارة أو تحكم الاسم منها management. management, the management of a team, إدارة أو الإشراف على فريق مكون من of 100 people can be tiring, من الممكن أن يكون متعب. خلي بالك دي معناها متعب مش متعب. tiring, tiring تسوي كلمة ناخدها قدام stressful, معناها ضاغط أو مجهد أو موتر. stressful. الصحة النفسية أو العقلية mental health. يبقى كلمة mental أساسا معناها عقلي أو ذهني, ولكن ممكن نترجمها ساعات نفسي, فممكن ساعات تسوي psychological health. مثال, mental health is just as important as physical health. الصحة النفسية أو الذهنية مهمة تماما مثل الصحة البدنية. to a person's well-being. well-being هناخدها قدام آخر كلمة هي, معناها العافية والسلامة والسعادة. يبقى mental health, الصحة النفسية, مهمة زي الصحة البدنية لعافية أو سلامة أو سعادة الإنسان أو المرء أو الشخص. إذن كلمة mental لوحدها معناها ذهني أو عقلي, وساعات زي ما اتفقنا نفسي. pout, هو كلمة pout يعني من ضمن معنيها يستاء أو يتجهم, بس احنا هناخدها بمعنى يبوز. يبوز زي ما انتوا شايفين في الصورة كده, يعني يعمل شفتيه كده, يرفع شفته من تحت على التانية اللي فوق كأنه زعلان أو متضايق من حاجة. مثال, Tim pouted. Tim بوز بقى when his parents, لما والديه سيد قالوا he couldn't go on the school trip, إنه مش هيقدر يروح في الرحلة المدرسية. promote. promote معناها يروج لي أو يرقي, يروج لمنتج أو يرقي في وظيفة. أمثلة, commercials, الإعلانات التجارية, promote, تروج لي various products, منتجات متعددة. يبقى أول معنى لpromote يروج لي. the director wants to promote me, المدير عايز يرقيني, وبالتالي كده معناها يرقي في وظيفة. promote لها معاني تانية زي يعزز أو يدعم أو يطور, أخذناها في تانية سنة وتساوي بالضبط support اللي هو يدعم برضو, أو improve يحسن, أو enhance يعزز. enhance كل دي نفس المعنى, promote, support, enhance. our party tries to promote the candidate. party هنا معناها حزب, زي حزب سياسي. حزبنا السياسي tries, يحاول أن promote, يعني يعزز ويدعم the candidate, المرشح. يعنف أو يوبخ scold. scold, father scolded his daughter for going out without permission. الأب scolded, وبخ ابنته للذهاب خارجا دون إذنه, without permission. scold يعنف أو يوبخ. العناية بالذات self-care. self-care, self-care should be a top priority. كلمة priority هناخدها قدام معناها أولوية. يبقى العناية بالذات المفروض تكون من إيه؟ من أهم الأولويات أو أعلى الأولويات. top priority. top priority. الإجهاد أو الضغط stress أو التوتر. the incident has caused enormous stress and anxiety to the family. الواقعة قد سببت ضغطا هائلا وتوترا أو هما أو غما أو قلقا to my family, لعائلتي. يبقى كلمة anxiety معناها هم أو قلق, وساعات توتر برضه, وstress معناها توتر أو ضغط. stress وتمشي فعل معناها يضغط أو يوتر. الصفة منها بقى stressed معناها مضغوط أو مجهد. I was really stressed before the exam. مرهق أو شاق أو ضاغط stressful قلناها من شوية, اللي هي تساوي بالضبط tiring.
Teaching can be a tiring and stressful job. التدريس يمكن أن يكون وظيفة ضاغطة أو مجهدة أو موترة. Stressful. يفترض أو يتصور suppose مثلا هقول I am supposed to go now. يفترض بأن أذهب الآن. أخذناه في تانية ثانوي. Be supposed to يفترض. مثال تاني. There is no reason to suppose she's lying. مفيش داعي أو مبرر لأننا نفترض إنها بتكذب. يبقى suppose معناها يفترض أو يتصور، فتساوي بالضبط assume اللي أخذناه قبل كده. Assume. إدارة الوقت time management. Time management can significantly reduce stress. إدارة الوقت يمكن بشكل ملحوظ أن تقلل التوتر والضغط. Time management. العافية والسلامة والسعادة والرفاة والصحة. Well-being. Always thank Allah for your well-being. دائما أشكر الله لعافيتك. وتساوي تماما كلمة اسمها wellness. كله مشتق من كلمة well، يعني بصحة جيدة كصفة، لأن well كحال معناها جيدا، لكن كصفة معناها بصحة جيدة. يبقى wellness يبقى العافية، أن تكون بصحة جيدة. Well-being نفس المعنى. Important vocabulary. منبه alarm دي كاسم، كفعل معناها يزعج، يبقى منبه يزعج alarm. الضغط قلناه من شوية stress and anxiety معناها الضغط أو التوتر أو القلق أو الهم. anxiety. والصفة منها anxious. نطقها صح anxious معناها قلق أو متوتر، فتساوي worried وساعات stressed برضو. anxiety. يتجنب avoid bad friends، تجنب أصدقاء السوء. avoid. أساس basis. هنقول education is the basis of success، التعليم هو أساس النجاح. basis. وجمعها غريب جدا، هنقلب الاي الى اي بس هنمدها شوية في النطق. bases يبقى basis. زي بالظبط Oasis. هي نفس الفكرة Oasis. يبقى في الغالب أي اسم آخره سس ننطقها سس مش سز، سس جمعها سيز. سلوك أو تصرف behavior. اختيار choice اللي هتساوي option. consider معناها يفكر فيه أو يأخذ في عين الاعتبار، وخلي بالك تساوي تماما كلمة think of أو think about. think of أو think about، وخلي بالك think of أو think about في حرف جر ظاهر مع think هو، لكن مع consider ما فيش حرف جر. counselor معناها مستشار أو مرشد. counselor. طيب تيجوا نحفظها كده بالراحة. counsel معناها استشير، فتساوي advice تقريبا. counsel هنضيف لها L O R تبقى الاسم، وساعات نحذف ال L بالأمريكان تبقى counselor 2 L أو L واحدة بس. counselor. ونفرق ما بينها وبين council معناها مجلس، وبالتالي counselor معناها ايه؟ عضو في مجلس. دي حاجة ودي حاجة خالص، يبقى دي حاجة تانية خالص اللي هي counselor. يبقى counselor بالإي معناها مستشار أو مرشد، بيديك نصائح وكده. creation معناها الخلق أو الكون أو الإبداع، تكوين يعني أو أن نصنع شيء. creation جاي من الفعل create. message معناها رسالة أو درس مستفاد، فتساوي lesson أو moral. بشكل طبيعي normally يتعرض أو يعرض أو عرض offer ألم pain no gain. يسعد أو يسر please، أصلا لها معنى تاني من فضلك، يبقى please معنى يسعد أو يسر to make someone happy يعني، و pleased مسرور، و pleasure السعادة والسرور. pleasure. poor المعنى الأساس اللي احنا حافظينه فقير، لكن ليها معاني تانية. مثلا نقول poor quality معناها خامة رديئة أو سيئة. poor. ينهمر أو يتدفق poor، يبقى نفس النطق بالضبط، بس الفرق إن هنا double O لكن هنا OU. يبقى poor معناها ينهمر أو يتدفق. هقول مثلا the rain is pouring، المطر ينهمر، المطر غزير يعني. poor. أو يسكب برضو. الضغط pressure. عالم نفس psychologist، والبي سايلنت psychologist. حالي أو جاري current، وممكن ننطقها current أو current زي ما أخذنا قبل كده. current affairs معناها الشؤون الحالية أو الجارية.
ممكن أقول current events، الأحداث الجارية أو الراهنة. يرتدي أو يلبس أو يلبس، يعني يلبس حاجة أو يلبس شخص، يلبس شخص يعني dress. الاندروفين endorphins، الاندروفين ده هرمون في الدماغ، اندروفين بالانجلش اسمه endorphins. يتعرض لي أو يعاني experience a difficult situation، يتعرض لموقف صعب. إضافي extra محبط frustrated، اللي هتساوي بالضبط disappointed معناها محبط برضو، أخذناه قبل كده. disappointed frustrated. يتفاعل interact أو interact with، يتفاعل مع. You should interact with the teacher in the class، المفروض تتفاعل مع المدرس في الفصل. limit يحد من أو يقلل، limit. وسائل الإعلام media يستجيب أو يتجاوب مع react وفي الغالب بعدها to. رد فعل أو استجابة reaction الاسم منها. كتف shoulder وكفعل معناها يحمل على أكتافه بالمعنى الحرفي أو المجازي. shoulder يبدو sound اللي هي تسوي seem ولوك وهكذا. يمدد أو يتمطى اللي احنا بنقولها بالعامية يتمطى، يعني يمد جسمه كده، اسمها stretch. tips نصائح، وقلنا advice برضو نصائح بس التانية لا تعد لكن دي تعد. unhealthily يعني بشكل غير صحي، unhealthily. عاجل أو ملح urgent. wise حكيم wise. ننتقل بقى للdefinitions التعريفات. alter أو ألتا يغير أو يتغير، to change إنك تغير، or make someone or something change أو تخلي الحاجة دي تتغير أو الشخص ده. burn out قلنا الإنهاك أو نفاد الطاقة أو الفصلان أو فقدان الشغف أو الانطفاء وهكذا. a situation هو موقف، where you can do anything ما تقدرش تعمل أي حاجة because you are so tired لأن أنت متعب جدا and stressed ومضغوط. clear off معناها يغادر أو ينقشع أو يزول. to leave a place quickly إنك تغادر مكان بسرعة. cope معناها يساير أو يتصدى أو يذلل أو يتعامل معه أو يتكيف معه. to deal successfully with difficult situations أن تتعامل بنجاح مع المواقف الصعبة. exhausted معناها منهك أو مرهق. feeling very tired أنت حاسس أنك متعب جدا. frown معناها يقطب حاجبيه، اللي to make an angry, unhappy or confused expression إنك تعمل تعبير كده فيه ارتباك أو حزن، unhappy أو غضب. by moving your eyebrows بتحريك حاجبيك together مع بعض كده زي ما شرحنا في الصورة. improve معناها يتحسن، اللي هو to get better. mental health معناها الصحة النفسية أو العقلية. how we handle stress إزاي نتعامل مع الضغط أو التوتر. relate to other أو نتواصل مع الآخرين and make choices ونقوم باختيارات. pout معناها يستاء، اللي يبوز يعني. to push out your lower lip إنك ترفع كده شفتك السفلة because you are annoyed or unhappy لأن أنت متضايق أو غير سعيد. promote قلنا أول معنى ليها يروج لي، to tell people about something إنك تقول للناس بشأن إيه شيء ما. promote لها معنى تاني يعزز أو يدعم أو يطور، إحنا قلنا تسوي support و enhance و encourage يشجع the development of something تطوير شيء ما. scold معناها يعنف أو يوبخ. to angrily بغضب criticize ينتقد someone شخص ما أو شخصا ما especially a child خصوصا لو طفل about something they have done بسبب شيء هم عملوه. self care معناها العناية الذاتية أو العناية بالذات. taking care of your body الاعتناء بجسدك and how you feel وكيف تشعر وتحس يعني. stress الإجهاد والضغط. a feeling of being very worried and scared إحساس بأنك الآن وخايف. suppose يفترض to think that something is probably true تعتقد أن الشيء ده من المحتمل يكون صح based on استنادا إلى أو مبني على what you know ما تعرفه. time management إدارة الوقت organizing when you do things
for how long، يعني تنظيم امتى تعمل الحاجة ومدتها قد ايه. well-being العافية والسلامة والسعادة والرفاه. how good you feel in your body احساسك قد ايه او احساسك ايه في جسمك، كيف تشعر في جسدك. and how happy وما مدى سعادتك you are او the state of being comfortable احساس او حالة انك تكون مرتاح healthy بصحة جيدة and happy وسعيد. ننتقل للحل رقم واحد، بيقول successful people الناس الناجحة who achieve their goals اللي بيحققوا أهدافهم always not their time دائما نقط وقتهم. realize يعني يدرك، waste يعني يهدر، take يأخذ، manage يدير. طبعا الإجابة manage يعني يدير. رقم اثنين، the government has designed الحكومة صممت a new system نظام جديد to not with the floods لكي نقط مع الفيضانات. we sometimes have التي نواجهها in coastal cities في المدن الساحلية. cure يعني يعالج، carry يعني يحمل، cope with معناها يتعامل مع أو يساير أو يواكب تمشي، care معناها يهتم به، طبعا care for أو care about ما بتاخدش care with. إذا الإجابة cope. رقم 3، mental exhaustion الإنهاك الذهني والنفسي and loss of energy وفقدان الطاقة are symptoms هما عرضان أو أعراض symptoms of A turn out strike out cut out burn out أكيد هتبقى burn out معناه الإنهاك أو الفصلان وهكذا، لكن turn out معناه إقبال أو حضور، وعندك strike out حاجة في لعبة البيسبول، والcut out اللي احنا بنقولها بالعامية الكتاوت اللي هي صمام أنبوب العادم بتاع الشكمان وكده الكتاوت وهكذا. رقم 4 بيقول حازم always works to a plan، حازم دايما بيعمل وفقا لخطة and organizes his time perfectly وينظم وقته بشكل مثالي. he has an excellent نقط skill فهو لديه مهارة النقط. time consuming استهلاك الوقت، procrastination التسويف والمماطلة هناخدها قدام في المنهج جاي من فعل procrastinate يماطل، مماطلة أو تسويف procrastination. time management إدارة الوقت، critical thinking التفكير الناقد، تفكير نقدي أو ناقد. طبعا الإجابة time management. 5، I feel lonely بحس إن أنا وحيد and I am beginning to have strange dreams وعندي بحلم كده بأحلام غريبة strange dreams. I am worried about أنا الآن بشأن my نقط بيحلم بأحلام وهكذا. يبقى إدارة الوقت time management، لا mental health الصحة الذهنية والنفسية صح، ما هو بيقول لك أحلام. self care اللي هي العناية بالذات دي الاهتمام بالجسد وهكذا. well-being معناها العافية والصحة وكذا. طبعا كلهم قريبين في المعنى، ولكن الأقوى إيه؟ واحد بيحلم أحلام غريبة يبقى في حاجة إيه؟ في ذهنه، حاجة ذهنية، حاجة نفسية، يبقى mental health. رقم 6، I think schools should note the importance of looking after yourself، أعتقد إن المدارس المفروض نقط أهمية الاعتناء بنفسك. cope تساير محتاجة with والمعنى مش منطقي، alter تغير برضو المعنى مش منطقي، promote معناها تدعم أو تعزز، تدعم أهمية الاعتناء بنفسك ماشية وسليمة. improve تحسن، هتقولي ما هي ماشية، لا أقول لك ترجم تحسن أهمية، يعني تحسن أهمية مش جاية خالص، إذن المعنى promote. رقم 7، my father has to cope with a lot of knot in his job and use sport to help him relax. بابايا has to معناها يجب أن، يساير الكثير مع كذا أو الكثير من كذا، وخلي بالك cope with ممكن أترجمها زي ما اتفقنا يساير أو يواكب أو يتعامل مع أو يتكيف على. in his job في وظيفته and use sport ويستخدم الرياضة to help him relax لكي تساعده في أن يستريح ويسترخي. thinking يبقى يسار كثير من التفكير في الوظيفة مش جاية. time management إدارة الوقت. stress الضغط والتوتر في الوظيفة صح. imbalance معناها عدم الاتزان أو الخلل ما تجيش، إذن الإجابة stress. 8، أمل is always not and she never has the energy to do anything، أمل دايما نقط وما عندهاش أي طاقة أنها تعمل أي حاجة، يبقى دايما إيه؟ exhausted منهكة تمشي، mental ذهنية مش جاية، frustrated محبطة تمشي صح؟ urgent عاجلة أو عاجل،
urgent يعني عاجل، طبعا ما تمشيش خالص. طيب الاختيار يا ترى exhausted يعني منهك، ولا frustrated محبط؟ هو بيقول لك ليس لديها الطاقة، فالتركيز على الإحباط ولا التركيز على التعب؟ التعب، يبقى exhausted. رقم 9 بيقول my grandmother said walking in the countryside helped not her physical and mental health. جدتي بتقول ان التمشية في الريف ساعدتها انها نقط her physical and mental health، صحتها الذهنية والنفسية والبدنية. cope يساير ما تجيش، alter يغير ما تجيش، pout يبوز برضو ما تجيش. اذا الاجابة improve يعني يحسن. 10 if you start studying early for the exams، لو انت بدأت في المذاكرة بدري من اول السنة لامتحاناتك، you won't feel afraid، مش هتحس ان انت خايف، and two نقط، ونقط جدا. steered جاي من steer يعني يوجه مركبة او سفينة وهكذا. relieve جاي من relief اللي هي الراحة، يريح فتسوي comfort relieved. relaxed نفس المعنى، stressed معناها مضغوط او متوتر. 11 I must leave now، أنا لازم أمشي دلوقتي. I'm not to be in the office in half an hour، يفترض بإني أكون في المكتب في خلال نصف ساعة. impose معناها يوجه أو يفرض يعني يفرضه على حاجة، ما تجيش. we suppose يفترض تمشي، I am supposed to be، يفترض بأني. refused جاي من refuse يعني يرفض. enclose معناها يحيط بسور أو يرفق في ظرف، طبعا الإجابة تكون supposed. 12 don't knock the new nurse for breaking the machine، it was an accident، لا نقط السكرتيرة أو هنا النيرس الممرضة الجديدة لكسرها للآلة أو جعل الآلة تتعطل. it was an accident، دي كانت حادثة مش قصدة يعني. don't renew لا تجدد مش جاية. don't reward لا تكافئ برضو مش جاية. don't scold لا توبخ تمشي. forgive معناها يسامح أو يغفر برضو مش جاية، إذن الإجابة scold. 13 she knocked at her son when she found out that he hadn't done his homework، هي عملت ايه لابنها لما اكتشفت انه ما عملش الواجب. she pleased اصرت اسعدت مش جايه. frowned يعني تجهمت كشرت في وشه تمشي طبعا. aimed جاي من aim يعني يهدف. saw جاي من see معناها يرى، اذا الاجابه frowned كشرت او جهمت، تجهمت بقى بالفصحى او عبست. 14 if you knock the position of the desk، لو انت نقط موقع المكتب، there will be more room for the chair، خلي بالك كلمه room لو اسم لا يعد معناها space معناها مساحه فاضيه كده، room يبقى هيكون في مكان فاضي كتير للكرسي، يبقى لو انت غيرت ايه الموقع او مكان المكتب. alter يغير تمشي، charge معناها يشحن او يكلف ما تمشيش، check يعني يفحص، share يعني يشارك، إذا الإجابة alter أو alter. رقم 15 بيقول I don't like this kind of work because it's not، أنا مش حابب النوع ده من العمل لأنه stressful معناها موتر أو ضاغط. needful تساوي بالضبط necessary أو important معناها ضروري. needful و aimful معناها هادف رغم أنه مش شائعة في قواميس أساسا. regretful معناها نادم أو آسف. 16 You need to drive your car slowly، انت المفروض تسوق العربية بالراحة. I don't think the mist، فأنا لا أعتقد أن الضباب will not very soon، نفس المثال اللي أخذناه في الأول وإحنا بنشرح كلمة clear off يعني ينقشع أو يزول. لكن think of معناها يفكر فيه. run after يجري وراءه. put off معناها يؤجل، زي يؤجل عمل اليوم إلى الغد. don't put off the work of today until tomorrow. 17 I shouted at my daughter، أنا زعقت في بنتي. who knocked her lips اللي هي بوزت شفتيها. and tears والدموع ran down her cheeks جريت على خدودها. exhausted معناها متعب أو منهك ما تجيش. concentrated جاية من concentrate معناها يركز اللي هي تسوي focus. promote معناها يدعم أو يعزز أو يروج أو يرقي، طبعا الإجابة تكون pout معناها يبوز. رقم 18 they will not hear a new job، هيعرضوا عليها وظيفة جديدة فتبقى offer، لكن prefer يفضل، affect يؤثر على، offend معناها يدافع عن، يدافع عن، وخلي بالك في حرف جر في بالعربي بس في الانجليش لا. 19 I am not very hungry، انا مش جعان جدا. I'll just have a nod، ده انا هاكل بس ايه اميل وجبة، ما هي وجبة كبيرة يبقى ازاي مش جعان. ساك معناها شوال يعني شوال نحط في حاجة، ساك
ما تجيش برضو. وسناك وجبة خفيفة، وساكت معناها مقبس مش هتيجي، إذا الإجابة تكون سناك. رقم 20 بيقول although my wife is a successful chemist، بالرغم إن زوجتي هي كيميائية ناجحة، our family is her first note، إلا أن عائلتنا هي الإيه؟ هي الأولوية الأولى بالنسبة لها. priority تمشي يعني أولوية، reaction ردة فعل أو استجابة، mental health الصحة الذهنية، time management إدارة الوقت. إذا الإجابة priority معناها أولوية، priority priority. 21 it is advisable that إنه من المنصوح أن you not making friends with such bullies، إنك تصاحب ناس زي المتنمرين دول، يبقى تتجنب، مش مانج يعني يدير أو يتمكن، ولا stretch يطيل أو يتمطع، ولا experience معناها يمر بي. إذا إجابة تكون avoid معناها يتجنب. 22 بيقول don't put much نقط، لا تضع الكثير من نقط on children على الأطفال. Let them have their space، دعهم يملكون مساحتهم، and monitored freedom، والحرية المقيدة اللي هو ايه المراقبة يعني بنراقبها، مش الحرية المطلقة، عكس المطلقة على طول، of action حرية التصرف المقيدة. pressure معناها ضغط تمشي، well-being عافية ما تمشيش. counselor قلنا معناها مستشار counselor، ودريس معناها فستان، او كفعل معناها يلبس او يلبس. الإجابة هتكون pressure يعني ضغط. ومعنى الجملة لا تضع الكثير من الضغط على الأطفال، دعهم يأخذون مساحتهم والحرية التصرف المقيدة غير المطلق. 23 his not management skills made him a failure. failure كاسم لا يعد معناها فشل، كاسم يعد هنا يعد طبعا معناها شخص فاشل. يبقى إيه نقط بتاعته أو مهارات الإدارة النقط جعلته شخص فاشل؟ يبقى عايزين حاجة سلبية، mental يعني ذهني، urgent يعني عاجل، brave يعني شجاع، poor يعني رديء أو سيء. 24 the injured man needed air and not surgery on his broken leg، الرجل المصاب احتاج ايه عملية جراحية نقط على رجله المكسورة. يبقى عاجلة mental يعني ذهنية، urgent عاجل، brave يعني شجاع، stressful معناها ضاغط وموتر. اذا الإجابة urgent. 25 I should have worked hard، كان ينبغي أن أعمل بجد. لما تلاقي should have بعدها تصريف ثالث، should have تصريف ثالث، يبقى ده ندم في الماضي. This sentence expresses past A، الجملة دي تعبر عن إيه في الماضي؟ stress ضغط في الماضي، self care عناية بالذات، creation إبداع أو خلق أو ابتكار، regret يعني ندم، وهي دي الإجابة. 26 A بيكلم B what is the نقط of this novel، ما هو النقط لهذه الرواية؟ فبيقول it teaches us that patience، بتعلمنا ان الصبر is a good quality، هي ايه صفة جيدة. يبقى ما الرسالة اللي هي message او moral او lesson، مش burn out يعني انهاك، management ادارة، message صح، category معناها فئة. الاجابة تكون message. 27 the purpose الغرض او الهدف من الاجتماع of the meeting is to not ideas، هو ان نقط الافكار، not to make speeches لكن مش يعني نلقي خطابات، ولكن الا نلقي خطابات، وليس ان نلقي خطابات، هذا المعنى اللي انا عايز اقوله، وليس ان نلقي خطابات. يبقى please يعني نسعد او نسر، لا brainstorm معناها نولد الافكار، هي دي الاجابه. suppose يفترض، cope معناها يساير، اذا اجابه brainstorm. رقم 28 بيقول don't sit still in your chair for more than 25 minutes، ما تقعدش ثابت في الكرسي بتاعك لأكثر من 25 دقيقة. stand up، أنا دلوقتي عملت نفس الحركة، stand up يعني off and stretch، تمطع بالعامية، قلنا تمطع بالفصحى يتمطع، يبقى الإجابة stretch. لكن manage يدير، avoid يتجنب، experience يمر بموقف أو تجربة. 29 rain المطر was not down، كان ينهمر، while we were driving home. frowning المطر كان بيكشر، أكيد مش منطقي. pouring ينهمر، altering يتغير، promoting معناها يدعم، ما تجيش. إذا الإجابة pouring. 30 I was shocked by his violent knot، أنا كنت مصدوم من نقط العنيف بتاعه. I don't know what annoyed him، أنا مش عارف هو إيه اللي ضايقه. يبقى أنا كنت مصدوم من نقط العنيف بتاعه. priority أولوية، reaction ردة فعل أو استجابة صح، mental health صحة ذهنية، time management إدارة الوقت. 31 reclaiming desert استصلاح الصحراء،
أو reclaiming desert land، استصلاح الأراضي الصحراوية، and building new factories، وبناء المصانع الجديدة. contribute يساهم to job A، في نقط الوظائف. job stress ضغط الوظائف. self care معناها الاعتناء بالذات. creation يعني توفير الوظائف أو خلق الوظائف. تمشي X إزاي؟ لا دي تمشي. regret معناها ندم، ما تجيش. إذن إجابة creation. 32 بيقول I was not as nobody seemed to understand what I was trying to say. أنا كنت نقط لأني مفيش حد. فين مفيش دي؟ اللي هي no. النفي هنا بنو. يبقى لأني مفيش حد بدا إنه فاهم اللي أنا كنت بحاول أقوله. فأنا كنت منهك، ما تجيش. stressful معناها ضاغط وموتر ومتعب، ما تجيش. plunged جاي من plunge، أخذناه قبل كده لما الأوتوبيس plunged اتقلب في المية أو ينغمر أو ينغمس، ما تجيش. وفرستريتد معناها هي طبعا إجابة معناها disappointed، معناها إيه؟ محبط. بقى فكروني بقى، محبط. frustrated معناها محبط. 33 بيقول it not a mother، إنه نقط الأم. when her sons لما ولدها or daughters أو أبنائها أو بناتها achieve success بيحققوا النجاح. يبقى الموضوع ده بيعمل ايه للام؟ pleases يعني يسعد ويسر، تمشي. brainstorms يولد افكار ويعصف ذهنيا. suppose يفترض. cope يساير. اذا الاجابه تكون pleases يعني يسعد ويسر. رقم 34 بيقول everyone نقط difficulties in their lives، كل واحد فينا نقط الصعوبات والعقبات في حياته. only winners فقط الفائزين overcome them، هم اللي بيتغلبوا على الصعوبات دي. manages معناها يدير. avoids معناها يتجنب. stretches يطيل. experiences يمر به. يبقى كل واحد فينا بيمر بصعوبات في حياته. 35 being a 75 year old man، دكتور علي نقط retiring from his medical career. وعايز يقول هنا كونه 75 سنة، فإن دكتور علي بيفكر في التقاعد من إيه؟ حياته المهنية الطبية. بيفكر فيه اللي هي considers، اللي هي تساوي think about أو of، واتفقنا إن consider ما بتاخدش حرف جر بمعنى يفكر فيه. scold معناها يوبخ. improve يحسن أو يتحسن. clear يعني يزيل. إذن الإجابة considers. 36 you need to find a knot، انت محتاج انك تلاقي نقط to help you with، انك يساعدك بخصوص your son's mental disorder، بخصوص الاضطراب الذهني او العقلي لابنك. pressure يعني ضغط. لا psychologist طبيب نفسي، تمشي. counselor معناها مستشار، ما تمشيش خالص طبعا. BNC وبالتالي كده غلط برضو. BNC يبقى الإجابة psychologist اللي هو عالم نفسي أو طبيب نفسي. 37 I felt really not and angry with myself when I lost the match. أنا حقا شعرت بنقط وغاضب من نفسي لما خسرت الماتش. يبقى عايزين صفة سلبية. creative إبداعي أو مبدع. impressed معناها منبهر، أكيد لا مش منبهر بنفسه يعني. frustrated اللي تساوي disappointed معناها محبط، تمشي. encouraged معناها مشجع أو محفز. محفز ما تجيش طبعا. frustrated هي الإجابة. 38 نقط is how good you feel in your body and how happy you are. لو رجعنا للتعريفات self care كان تعريفها كالتالي taking care of your body، الاعتناء بجسمك، يبقى مش هي. طب stress كان تعريفها ايه؟ كان تعريفها a feeling of being very worried تقريبا، صح؟ شعور انك قلقان and scared وخائف. طيب ال well being كان تعريفها كالتالي how good you feel، هو نفس التعريف الفولى how good you feel in your body and how happy you are. إذن هي الإجابة، تمام. طب mental health كان تعريفها إيه؟ كان تعريفها how we handle stress، إزاي نتعامل مع الضغط. relate to others and make choices. رقم 39 بيقول not is a state of emotional physical and mental exhaustion، هو حالة الإنهاك العقلي والبدني والعاطفي. caused by بسبب ايه بقى؟ excessive يعني مفرط، حاجة كتيرة جدا يعني. excessive and prolonged stress، وprolonged معناها طويل، يبقى ضغط او توتر طويل ومفرط كتير يعني. يبقى ده احنا قلنا اسمها ايه؟ burn out. burn out اللي هو الانهاك الانطفاء الفصلان وهكذا. لكن break out معناها اندلاع، زي اندلاع الامراض، اندلاع حروب، تفشي امراض، اندلاع النيران وهكذا. و knockout معناها الضربة القاضية.
جماعة الأهلاوية القاضية ممكن، القاضية ممكن، فاكرين كان بيقول ايه الشوالي ساعتها؟ الكاو اللي هو كي او، يعني ايه؟ يعني الضربة القاضية، نوك اوت، الكي اللي هي نوك والاو اللي هي اوت، نوك اوت ضربة قاضية، وتشيك اوت مكان دفع الحساب في سوبر ماركت مثلا. 40 بيقول تو نقط means to leave a place quickly، تسيب مكان بسرعة أو تغادر، اللي هي clear off، ينقشع أو يغادر. 41 تو نقط is to change، قال لك change يبقى على طول alter، يغير. 42 بيقول تو نقط is to think that something is probably true، تعتقد ان الشيء ده من المحتمل انه حقيقي، based on، قائما على او استنادا على what you know، اللي انت عارفه، يبقى يفترض اللي هي suppose. 43 نقط means organizing when you do things، تنظيم الحاجة اللي بتعملها and for how long، يبقى تنظيم الوقت time management. 44 نقط is an adjective، هي صفة that describes، تصف the feeling of being very tired، انك تعبان جدا، يبقى exhausted يعني منهك. 45 to not is to deal successfully، انك تتعامل بنجاح with difficult situations، مع المواقف الصعبة، يبقى كوب، يساير او يواكب او يتعامل مع او يتكيف على. 46 to not is to angrily criticize someone، انك تنتقد شخص بغضب، especially a child، يبقى توبخ، يبقى على طول scold، لكن bout يبوز وfrown يعني يعبس او يتجهم. ننتقل للفوكابيولاري ستادي، هنبدأ الأول بالverbal collocations، المتلازمات اللفظية. avoid burnout معناه يتجنب الإنهاك، cause burnout يسبب الإنهاك، do a test أو do an exam يحل امتحان، do activities يمارس أنشطة، do exercise يتمرن، do hobbies خلي بالك من دي، do hobbies يمارس هواية، do hobbies، do revision يعني يراجع، do the best you can يعني يبذل أقصى ما بوسعه، اللي هي تسوي do his best نفس المعنى بالضبط، do the best you can، do your best نفس المعنى، keep informed about يبقى على اطلاع أو وعي به، keep informed about، keep informed about، make decisions وساعات take decisions بس الأشهر make decisions، make notes on تسوي write down notes on، make notes on يسجل ملاحظات أو يدون ملاحظات عن، make suggestions about يقدم اقتراحات بخصوص، make time for معناها يوفر الوقت، يبقى make time تسوي save time نفس المعنى، manage time معناها يدير الوقت، pay attention to معناها يولي اهتماما به، promote the importance of معناها يعزز أهمية، promote the importance of. experience a lot of stress معناها يتعرض لكثير من الضغوطات، experience burnout يتعرض للإنهاك، experience burnout، feel afraid يشعر بالخوف ونطقها afraid، feel exhausted يشعر بالإرهاق، feel frustrated يشعر بالإحباط، feel good يشعر أنه بخير، feel lonely يشعر بأنه وحيد، يشعر بالوحدة، follow advice يعمل بالنصيحة، يتبع النصيحة، improve well-being يزيد من السعادة أو يحسن العافية، reduce stress reduce يقلل stress الضغط، suggest a special technique يقترح تقنية خاصة أو طريقة خاصة، take a break معناها يأخذ راحة، take a rest برضو يأخذ راحة، take care of look after pay attention to معناهم يرعى أو يعتني به، وساعد care for أو care about، take exercise تسوي do exercise، take responsibility for مهمة جدا يتولى المسؤولية، he took the responsibility for dealing with كذا كذا كذا، take responsibility for، take some snacks معناها have some snacks، try your best معناها do your best، هي نفس المعنى. mini test 1 رقم 1 بيقول what activities ايه الانشطة can you space to help you feel good عشان تساعدك انك تحس انك كويس، يبقى الانشطة التي تمارسها، قلنا الانشطة بتاخد do، do activities يمارس انشطة. 2 I will have to انا مضطر اني نقط a lot of tests اخضع للكثير من الامتحانات before I can get this job،
اتفقنا do a test معناها يخضع لامتحان أو يحل امتحان برضو، يبقى do a test فتسوي بالضبط take a test. رقم 3، in order to improve your mental health، حتى تحسن صحتك النفسية أو الذهنية، you need to نقط، أنت محتاج نقط responsibility، المسؤولية، بتتولى المسؤولية للأشياء for the things you can control، التي تستطيع أن تتحكم بها. احنا قلنا take responsibility for معناها يتولى مسؤولية، وقلنا مهمة جدا، يبقى take responsibility for. 4، burnout is caused by both the decisions you not، الانهاك او الفصلان سببه كل من القرارات اللي انت تتخذها والمواقف اللي انت مش هتقدر you can't control تتحكم بها. يبقى تتخذ قرار يعني ايه؟ قلنا make او take a decision، اذا الاجابة A and B بس الشائعة اكتر make. رقم 5، why don't you space the advice your parents give you، لما لا تتبع النصائح، يبقى follow يعني يتبع او يعمل بالنصيحة. 6، بيقول you may experience نقط as a result of too much work، ربما تمر بنقط كنتيجة للعمل الكثير الاكثر من اللازم، burn out الانهاك تمشي، stress معناها التوتر والضغط تمشي، يبقى الاجابة A and B، لكن attention اللي هي FD معناها انتباه. 7، بيقول you can do نقط to get ready for the final exam، تستطيع أن do a revision تراجع تمشي، do sleep مش جاية، do a snack مش جاية، do suggestions مش جاية. طيب إذن إجابة do revision يعني تراجع للامتحان. 8، the exams you've not aimed to measure the progress you have achieved in learning، الامتحانات اللي انت ايه followed اتبعتها، felt حسيتها، reduced قللتها، done يعني حلتها، قلنا do an exam او a test يعني حل امتحان او اختبار. مهلا الامتحانات اللي انت حلتها تهدف الى aim to measure قياس او يقيس، هنترجمها بالعربي لقياس او تهدف لكي نقيس the progress تقدم اللي انت احرزته في التعلم. 9، the new system، النظام الجديد has not the importance of teacher's role in the educational process، النظام الجديد عمل ايه لأهمية دور المعلم في العملية التعليمية. made يعني has made the importance مش جاية، promoted معناها دعم أهمية تمشي أو عزز أهمية، do the importance مش جاية، experience يمر بأهمية مش جاية، إذن الإجابة تكون promoted. رقم 10، بيقول please stop talking، لو سمحت وقفوا كلام، and pay attention to what I say، وأعيروا اهتمامكم، انتبهوا لما أقوله، يبقى attention واضحة جدا. 11، I not time for some activities I enjoy to avoid burnout، أنا نقط وقت لبعض الأنشطة، make time يعني أوفر وقت، احنا قلنا make time تسوي save time، إذن هي الإجابة، أنا بوفر وقت للأنشطة اللي أنا بستمتعها عشان أتجنب أو أتلاشى البرن أوت، الفصلان والانطفاء وهكذا. 12، you should not your best never give up، المفروض نقط أفضل ما لديك، لا تيأس never give up، follow your best لا، avoid your best تجنب أفضل ما لديك لا، try your best طبعا هي الإجابة يعني حاول بذل أقصى ما لديك، وcause يعني يسبب. ننتقل للسينونيمز المترادفات، منهك او مجهد او مرهق، exhausted exhausted تساوي بالضبط worn out، worn out المعنى الحرفي بتاعها بالي للهدوم اللي ادمت، يعني المعنى المجازي بقى واحد جاب اخره يعني worn out، او ميت تعب dead tired متعب جدا يعني. improve معناها يحسن، make something better او enhance يعني يعزز، improve بمعنى يتحسن، get better يتحسن، become better يصبح أفضل، develop يتطور، mental معنى ذهني أو عقلي، intellectual يعني عقلي أو فكري، intellectual psychological معناها نفسي، psychological scold معنى يعنف أو يوبخ، tell off معنى يوبخ، خلي بالك من tell off هتقابلنا قدام، tell off معنى يوبخ، tell off وblame معنى يلوم، stress الإجهاد والضغط، pressure الضغط، worry القلق، وقلنا anxiety معناها الهم والقلق. ننتقل للأنتنيمز، improve يحسن، worsen جاي من worse اللي هي أسوأ، يبقى worsen يجعل الشيء أسوأ، worsen يزداد سوءا، worsen، impair معناها يضعف، impair
improve بمعنى يتحسن، عكسها worsen برضو، أو deteriorate. deteriorate معناها ينهار، ينحدر، يتدهور. mental ذهني أو عقلي، physical أو bodily معناها بدني، physical bodily، physical bodily. promote بمعنى يرقي، demote، demote معناها ينزل درجة للأسفل، يخفض الرتبة يعني. degrade نفس المعنى، demote degrade، demote degrade. يبقى demote عكس promote، هنشيل pro ونحط دي، demote. scold يعنف أو يوبخ، praise معناها يمتدح، compliment يجامل. stress الإجهاد والضغط، relaxation الراحة، comfort الراحة. الحل على synonyms والantonyms. رقم واحد بيقول the teacher used to scold his students، المدرس اعتاد أن يوبخ طلابه، severely بشدة، due to بسبب، قلنا تسوي because of their behavior سلوكهم. the word scold الكلمة scold can be replaced by، يمكن استبدالها بواسطة، يبقى نفس المعنى. scold يا شباب معناها يوبخ، blame يعني يلوم تمشي، praise يمتدح دي عكس المعنى، encourage يشجع عكس المعنى، force يعني يجبر، ملهاش علاقة بالمعنى. إذن الإجابة هتكون blame يعني يلوم. رقم 2 his health improved، صحته تحسنت، when he moved to the fresh air of the countryside، لما انتقل للهواء الايه النقي بقى في الريف. نقدر بقى نستبدل الفعل improved، يبقى عايزين نفس المعنى، improve يعني يحسن، in this context في هذا السياق، خلي بالك لأن يحسن ليها يحسن أو يتحسن، تمام؟ في هذا السياق كلمة improve معناها إيه؟ his health improved تحسنت، يبقى عايزين معنى تحسنت. made better جعل الشيء أفضل، يبقى كده محتاجين مفعول به، وهنا كانت الفعل لازم، يبقى خلي بالك من الحتة دي. enhance برضو محتاجة بعدها إيه؟ محتاجة بعدها الأوبجكت المفعول به، يبقى عززت أو قوت. يبقى A and B غلط. got better معناها تحسنت من تلقاء نفسها، يبقى فعل لازم، خلي بالكم من حتة لازم متعددي. 3 his health improved when he moved to the fresh air of the countryside. طب المرة دي بقى عايز عكسها الانتنم، عكسها ايه؟ worsen معناها ازدادت سوء، ولا deteriorated يبقى دي تمشي، deteriorated معناها تدهورت تمشي، ف A and B صح تمام كده، و enhanced دي عكس المعنى. رقم 4 بيقول when one is under stress، لما الواحد فينا يكون تحت الضغط، this means they suffer from، ده معناه انه بيعاني من ايه بقى، وقال they عشان one هنا لا يشير لذكر ولا انثى، يبقى كده بيعاني من pressure الضغط تمشي، relaxation يعني الراحة اكيد لا، ف A and B خطأ، compliment معناها المجاملة لا، اذا الاجابة تكون pressure يعني ضغط. رقم 5 mental، mental معناها ذهني او عقلي او نفسي، mental to physical، physical يعني بدني، يبقى عكس بعض، فأنا محتاج عكس كلمة praise اللي هي يمتدح عكسها إيه؟ يوبخ اللي هي scold، تمام، لكن compliment دي نفس المعنى يعني يجامل، thank يشكر، greet يعني يحيي. 6 not is to intellectual، الكلمة intellectual بالنسبة للنقط زي scold بالنسبة لتل اوف، اتفقنا تل اوف يوبخ فتساوي scold، يبقى هنا في ايه؟ في علاقة synonym ترادف، وبالتالي intellectual معناها عقلي او ذهني، فانا محتاج كلمة بمعنى عقلي او ذهني. bodily معناها بدني، physical بدني، mental عقلي او ذهني، praise يمتدح، فاذا الاجابة mental. رقم 4 التعبيرات والمصطلحات الهامة. A 5 minute break استراحة لمدة 5 دقائق، ولاحظ ان دي صفة مركبة كان اصلها 5 minutes ولكن شلنا الاس عشان دي بقت صفة للاسم break، يبقى استراحة لمدة 5 دقائق A 5 minute break. خائف من afraid of، ودايما بعدها noun او verb ing، ولو في to بعد afraid يبقى في مصدر، يبقى ممكن to المصدر او of واسم. angry at أو about معناها غاضب بسبب شيء، يعني مثلا he's angry at his mistake، غاضب بسبب الغلطة بتاعته، لكن angry with معناها غاضب من شخص، غاضب من شخص. face to face معناها وجها لوجه. go for a walk يعني يذهب للتمشية، اللي هي تسوي go walking، go walking نفس المعنى بالضبط. in danger of في خطر، هقول مثلا in danger of extinction، في خطر الانقراض والزوال extinction. in danger of death في خطر الموت.
in order of بترتيب كذا او على حسب كذا. instead of برضو دايما بعدها noun او verb ing بدلا من. just for you فقط من اجلك. late last night في وقت متأخر الليلة اللي فاتت. left out جاية من leave out اللي هيغفل او يتناسى. نحن قلنا تساوي تقريبا exclude خدنا في الوحدة الاولى. mental health problem مشكلة صحة نفسية مشكلة صحة نفسية. more often than usual اكثر جدا من المعتاد. more often than usual more often than usual. most importantly الاكثر اهمية. on a regular basis قلنا basis معنى اساس يبقى بشكل منتظم او على اساس منتظم. on the downside في الجانب السلبي وعكسها on the upside في الجانب الإيجابي. poor time management skills معناها مهارات سيئة في إدارة الوقت. فعل زائد حرف جر verb plus preposition عندنا يستفيد من ترجمة حرفي benefit from. benefit from clear off قلنا معناها ينقشع أو يزول أو يمشي بسرعة. concentrate on معناها يركز على تسوي focus on. cope with تسوي catch up with معناها يواجه أو يساير. divide into يقسم شيئا إلى. forget about يعني انسى بخصوص حاجة انسى حاجة ما فكرش فيها. keep up معناها يواصل أو يستمر في. keep up keep up لما شجع حد وقال له keep up ها استمر. pour down ينهمر. stay up يعني يسهر. stay up stay up. suffer from يعاني من. talk to يتحدث إلى. think about يفكر في. ننتقل للحل بقى على الاكسبريشنز والبروبوزيشنز والاديومز. نمبر 1 بيقول the referee حكم المباراة angrily بغضب told the player to clear نقط طلب من اللاعب انه يغادر الملعب بسرعة ينقشع اللي هي بالعامية يغور يطلع برا يعني تمام اسمها clear off. clear ايه off. 2 بيقول the child الطفل was not danger كان في خطر يبقى was in danger of كان في خطر الايه falling down from the balcony في خطر الوقوع أو السقوط من البلكونة. رقم 3 بيقول my grandfather suffered from a mental not problem جدي كان بيعاني من مشكلة صحة إيه ذهنية أو نفسية. ما فيش حد يقول لي healthy healthy problem كده معناها إن المشكلة دي بتدي لك صحة حلو هل ده منطقي؟ لا يبقى نقولها health معناها متعلق بالصحة يبقى دايما health problem مش healthy. رقم 4 بيقول you need to do exercise انت محتاج انك تتمرن نقط a regular basis على اساس منتظم او بانتظام يعني احنا قلنا تعبير على بعضه اسمه on a regular basis on a regular basis. رقم 5 بيقول it is unhealthy to stay نقط late at night مش من الصحي انك تسهر لوقت متأخر بالليل يبقى stay up stay up stay up. 6 I went on a 5-night holiday to Sharm el-Sheikh. خلي بالك الشرطة دي غلطة من الكتاب المفروض الشرطة في النص بس قلنا 5 دايما بعدها اسم من غير اس ولا اي حاجة اسم صافي كده فa day في a اللي هي 5-day 5-day holiday يعني اجازة قدرها 5 ايام كان اصلها a holiday for 5 days بس خلاص مفيش اس خلاص لان دي صفة ايه مركبة ودايما مفرد مفيهاش اس جمع ولا اس ملكية ولا اي حاجة. طيب رقم 7 بيقول do your jobs in order not priority يبقى اعمل مهامك على حسب الأولوية أو بترتيب الأولوية in order ها of in order of على حسب أو بترتيب. 8 you have to retrain عليك أن تعيد التدريب to cope not the requirements of your job أو new job لكي تواكب وتساير اللي هي cope with. ومعنى الجملة عليك أن تعيد التدريب تدريب نفسك يعني لاكتساب أو لمسايرة الإيه ذا requirements متطلبات الوظيفة الجديدة يعني طور من نفسك من الآخر.